تجاوز المشكلة النفسية لا يعني بالضرورة تجاوز المشكلة الخارجية، يعني مجرد أن تكون شجاعا، مجرد أن تكون نشطا، بمعنى عندك إرادة العمل، لا ينجحك. لابد من أن أيضا تبذل جهد، جهد عضلي، جهد فكري، جهد في عينك، جهد في سمعك، جهد في يدك، جهد في رجلك. لنفترض أن رجلا يريد أن يتعلم الخطابة، إذا كانت هنالك مشكلة نفسية عنده فهو لا يمارس التدريب، لا يحاول أن يلقي كلمة أمام جمع من الناس، هذا عنده مشكلة نفسية. أو مثلا يستحي أكثر من اللازم، الحياء حينما يزيد عن المقدار المطلوب قد يكون عقبة كبيرة أمام الإنسان. قرن الحياء بالحرمان كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، فلا بد من حل مشكلته النفسية. فإذا حلت هذه المشكلة، يعني قرر أن يتجاوز مشكلة الخوف من الفشل، قرر أن يتجاوز مشكلة الحياء عنده مثلا، يبقى أن عليه أن يبذل الجهد، أن يبذل جهدا في عينه بأن يقرأ، في أذنه بأن يستمع إلى محاضرات الآخرين، في لسانه بأن يحرك اللسان ويحاول، في رجليه بأن يذهب إلى المكان الذي يتعلم فيه الخطابة، في يديه بأن يحرك يديه في حالة المسك بالكتاب للمطالعة، بالإشارة في حالة الخطأ. المهم مطلوب منك للنجاح ليس قدرة إضافية عما ملكك الله،